صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم وجوله وقراءه في عناوين صحف القاهره الصادره اليوم. خلينا نبتديها على طول من جريده اخبار الاخبار، وفي الصفحه الاولى يعني ملف الحقيقه موسع بيتحدث عن سياسات مصر بشكل عام، وده في ذكرى ال 75 لتاسيس الامم المتحده. معانا هذه العناوين: سياسات مصر ترسم للعالم طريق النجاه من الصراعات والحروب. المتحدث الرئاسي: الرئيس السيسي أرسى مبادئ وقيم سامية لعلاقات مصر الخارجية. طبعا الحقيقة زي ما بنقول يعني ملف بيتناول سياسات مصر بشكل عام، وبيلقي الضوء على جهودها المختلفة لعرض القضايا سواء عربيا افريقيا او ايضا اسلاميا، وده زي ما بيأكد الرئيس انه بحكم تاريخ مصر وموقعها وانتمائها الافريقي والعربي والاسلامي والمتوسطي، وباعتبارها ايضا عضو ومؤسس للأمم المتحدة، لديها رؤيتها ازاء النهج الذي يتعين اتباعه لتحسين اداء وتطوير فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف مع التركيز بشكل أخص على الأمم المتحدة. ده جزء بالفعل من كلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. من تفاصيل هذا الملف في الصفحة الرابعة لجريدة أخبار اليوم، قال السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن السياسة الخارجية لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترتكز على نهج التعامل بشرف وأمانة والوجه الواحد في سعيها لتحقيق أهداف وغايات الدولة والحفاظ على مقدراتها وأمنها القومي، وذلك بشراكة والتعاون مع جميع الدول في إطار المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل من أجل البناء والسلام والتنمية لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة للشعوب بل وللإنسانية جمعاء، وهي مبادئ وقيم سامية أرساها السيد الرئيس في إدارة مصر لعلاقاتها الخارجية مع جميع دول العالم سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف. والحقيقة الملف يتكلم عن تاريخ كمان القمم العالمية اللي يدافع فيها الرئيس عن حق إفريقيا في السلام والتنمية على مدار الأعوام الماضية. وطبعا احنا عارفين انه في مشاركة من السيد الرئيس منذ توليه الحكم، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مشاركة طبعا في دايما اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل دوراتها، وبيكون في كلمة بيبقى حريص فيها السيد الرئيس طبعا على توصيل القضايا زي ما قلنا العربية والإفريقية بحكم طبعا موقع مصر وانتمائها إلى الدول العربية وإفريقيا، توصيل هذه القضايا عالميا أمام المجتمع الدولي من خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. خلينا نروح للشأن المحلي ونتكلم عن صناعة الأثاث اللي الحقيقة فيه اهتمام كبير بيها في الفترة الماضية. بالأمس كان في اجتماع لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع عدد من كبار مصنعي الأثاث بدمياط والحديث عن كيفية تنمية هذه الصناعة. من جريدة الأهرام في الصفحة الأولى هذه العناوين: تطوير صناعة الأثاث وتسويق الإنتاج عالميا، مدبولي مستعدون لبناء المصانع وآلية ميسرة للسداد. طيب خلينا ناخد تفاصيل أكتر عن هذا الخبر. معانا أستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال صباح الخير وأهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا، صباح الخير. يعني طبعا اهتمام واضح ينعكس في هذا الاجتماع بالامس مع من دكتور مصطفى مدبولي مع عدد من كبار مصنعي الاثاث في محافظه دمياط، قلعه طبعا الاثاث في جمهوريه مصر العربيه، وكان الاجتماع ايضا بحضور وزيره التجاره والصناعه دكتور نيفين جامع. حضرتك لو تكلمنا عن اهم ما تناوله هذا الاجتماع وكيف سينعكس على صناعه وتصدير الاثاث في الفتره القادمه. نعم، يعني بالفعل يعني كان اجتماع مهم عقده رئيس الوزراء مع عدد من كبار مصنعي الاثاث في دمياط. طبعا زي ما حضرتك اشرتي محافظه دمياط قلعه صناعه الاثاث في مصر، وكان رئيس الوزراء حريص على الاستماع لرؤى كبار المصنعين بشان تطوير صناعه الاثاث والاستغلال الامثل لمدينه دمياط للاثاث لتسويق منتجاتها محليا وعالميا، وايضا الاستماع لطبيعه التحديات التي تواجه المصنعين في المدينه. رئيس الوزراء اكد ان الحكومه بتعول كثيرا على مصنعي الاثاث لتوسيع الصادرات لدول العالم من خلال طبعا التصميم العصري ووجود فرص واسعه لتسويق خارجيا. كان هناك عدد من المقترحات قدمها الصناع، منها انشاء اكاديميه لتعليم صناعه الاثاث في دمياط، وايضا تيسير اجراءات الحصول على الاراضي وتخفيض اسعارها وتقديم الدعم في التسويق
ومعاملة المدينة كمنطقة حرة. كل هذه الاقتراحات استمع إليها رئيس الوزراء وأكد على حرص الحكومة على الاستجابة لهذه المقترحات واستعدادها لتقديم الدعم الكامل لهم في كل المعارض، وأيضا وعد بالمساعدة في إنشاء أكاديمية صناعة الأثاث. كل ده في إطار الإجراءات اللي الحكومة حريصة أن تتخذها لتشجيع هذه الصناعة ويعني توفير احتياجات السوق المحلي وايضا التصدير للاسواق العالميه. طيب من خلال هذا الاجتماع ايضا استاذ كمال، يعني كيف عرض مصنعي الاثاث في دمياط التحديات والعقبات اللي بتواجههم للتوسع في هذا المجال، واحنا عارفين طبعا انه نعم. دمياط بتصدر هذه المنتجات وهذا الاثاث عالميا مش بس هنا في مصر للانتاج او الاستهلاك المحلي. نعم طبعا في تحديات خاصه بالانتاج وتحديات خاصه بالتسويق. الانتاج طبعا زي ما اكد رئيس الوزراء ان محتاج يكون في تصميمات عصريه، وده اللي بيتم في مدينه دمياط للاساس، توفير المهارات العامله والايدي المدربه. ويعني رئيس الوزراء اكد ايضا حرص الحكومه على المساهمه فيما يتعلق بالتدريب وفيما يتعلق بانشاء اكاديميه لتوفير المهارات اللازمه. ده فيما يتعلق ب وطبعا بالاضافه لبعض الاجراءات الاداريه اللي يعني طالبوا بتيسيرها، مثل يعني تمليك الاراضي ويعني تسهيل توفير الاراضي وغيرها، وده ايضا الرئيس وتخفيض اسعارها رئيس الوزراء وعد بذلك. بالاضافه بقى للمحور الاخر هو التسويق والمشاركه في المعارض، ورئيس الوزراء ايضا وعد واكد ان الحكومه حريصه على توفير كل السبل للتسويق والمشاركه في المعارض الدوليه. واضح طبعا من كلام حضرتك انه في اهتمام كبير يعني انه يكون المنتج مواكب للعصر ومواكب كمان للاذواق العالميه، وده من خلال الدراسه من خلال الاكاديميه كمان زي ما حضرتك بتتكلم. بنشكر حضرتك جدا استاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا. خلينا نروح معاكم لخبر اخر، وطبعا كلنا تابعنا الاعلان بالامس من مؤسسه حياه كريمه عن توفير 150 مليون جنيه ده لتسع محافظات وهي الأكثر احتياجا لتسديد مبلغ غرامات التصالح في مخالفات البناء، وده طبعا تسهيلا على المواطنين وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس يعني تنفيذ هذا القانون طبعا للصالح العام، وأيضا مساعدة يعني الأكثر احتياجا من لا يستطيعون دفع هذه الغرامات أو دفع مبالغ التصالح. خلينا نتعرف على بعض التفاصيل والعناوين في جريدة الجمهورية في الصفحة الأولى. تنفيذا لتوجيهات الرئيس وفي تسع محافظات 150 مليون جنيه من حياة كريمة لتصالح الفئات الأكثر احتياجا في مخالفات البناء. ومن بعض تفاصيل هذا الخبر، قررت مؤسسة حياة كريمة تخصيص 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء للفئات الأكثر احتياجا بمحافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة. وقالت المؤسسة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الحماية الاجتماعية في إطار دورها التنموي والخيري، وإيمانا منها بالمسؤولية المجتمعية والوطنية لمؤسسات الدولة لرفع جزء من الأعباء الاقتصادية عن كاهل محدودي الدخل. طبعا يعني احنا معانا النهارده في هذا الصباح في احد حواراتنا بالفعل هنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل، هذه المبادره ودورها ايضا في التخفيف عن محدودي الدخل في احد حواراتنا اليوم. خلينا نروح معاكم لموضوع اخر، وهو طبعا الترشح لمجلس النواب. خلاص غلق باب الترشح اليوم، ومن جريده المصري اليوم في الصفحه الاولى بنتناول هذه العناوين. اغلاق باب الترشح للنواب اليوم واعلان كشوف المرشحين غدا، الفصل في الطعون خلال ثلاثه ايام، وبدء الدعايه الانتخابيه 5 اكتوبر بعد إعلان القوائم النهائية. وأيضا من تفاصيل هذا الخبر، بتغلق لجان تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب اليوم باب الترشح، وتتولى اللجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة ومدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي إلى الأحزاب أو كونهم مستقلين. طبعا الغرفة الأولى للبرلمان وهي مجلس النواب
يعني اكيد كلنا منتظرين انه الانتخابات هذه الانتخابات لمجلس النواب يعني تخرج نواب يعملوا طبعا للصالح العام ويستكملوا تشريع القوانين وما بدأوا مجلس النواب بالفعل في دورته اللي انتهت هذا العام. خلينا نروح معاكم لملف آخر ومن جريدة أخبار اليوم، وفي الصفحة الأولى نتكلم الحقيقة عن ملف الطاقة، ويعني ملف الطاقة من الملفات اللي بتحمل نقاط مضيئة كتير على مدار السنوات الأخيرة الماضية. من هذه النقاط المضيئة أيضا معانا هذا العنوان: أكبر معمل لتكرير البترول في مصر وأفريقيا جاهز للافتتاح، المشروع يحقق الاكتفاء الذاتي من الوقود باستثمارات 4.3 مليار دولار ويوفر 300 مليون جنيه سنويا للخزانة العامة. من ضمن تفاصيل هذا الخبر، انتهت وزارة البترول من تنفيذ أكبر معمل لتكرير البترول في مصر وأفريقيا بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمارات 4.3 مليار دولار، وأصبح المشروع الضخم جاهز للافتتاح، حيث يحقق الاكتفاء الذاتي من الوقود عالي الجودة الذي يشمل البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، ويوفر المشروع الذي أقيم بمنطقة مسترد واكتملت مراحل تشغيله في مايو الماضي يوفر 300 مليون دولار سنويا وينتج 4.7 مليون طن من المواد البترولية كل سنة، وبيعد هذا المشروع أحد أهم المشروعات البترولية الكبرى المقرر افتتاحها ودخولها الخدمة بالكامل يعني في الفترة القادمة. يمكن لو نرجع بالذاكرة سنين إلى الوراء هنفتكر إن احنا كان عندنا مشكلة في الطاقة بمختلف أنواعها، لكن الحمد لله دلوقتي أصبح عندنا طاقة بمختلف أنواعها بتكفي كافة المجالات، وأيضا في حديث عن فائض للتصدير. خلينا نروح لجريدة الأهرام في الصفحة الأولى، وبنتكلم عن لقاحات والسباق في لقاحات فيروس كورونا. طبعا احنا عارفين انه دول كتير اعلنت عن قدرتها على تصنيع لقاحات، ويعني بنتكلم عن ايضا اجراءات الدول المختلفة في العزل او مواجهة الموجة التانية اللي بتتعرض لها طبعا دول أوروبا. في جريدة الأهرام الصفحة الأولى بعض هذه العناوين: فرنسا تحذر من إعادة العزل، نيويورك تندد بالتسييس المفرط في سباقات لقاحات كورونا. طيب خلينا نروح نرجع تاني للشأن المحلي، ونروح لجريدة الجمهورية الصفحة الثانية، ومعانا هذه العناوين: 340 مليون جنيه استثمارات لدعم شبكات كهرباء السواحل الشمالية وإحلال شامل للحماية من الأمطار والسيول، خفض 30% بالأعطال ولا قوائم انتظار بعد توصيل الخدمة للتجمعات العمرانية والمجمعات الصناعية. يعني ايضا لسه بنتكلم في ملف الطاقه والكهرباء تحديدا، انه في يعني تعامل في هذا الملف بشكل مرضي جدا للجميع، وانه بالفعل خفض كبير لنسبه الاعطال وتوصيل الخدمه للتجمعات العمرانيه والمجمعات الصناعيه. طيب خلينا نروح معاكم لآخر الأخبار، وبنتكلم عن الوضع الاقتصادي، وجريدة المصري اليوم في الصفحة الأولى: مصرفيون تراجع التضخم وتحسين المؤشرات يدفعان المركزي لخفض الفائدة، أبو الفتوح تشجيع الاقتراض بدلا من الادخار، واجتماعات مرتقبة للجان الأصول والخصوم بالبنوك. خلينا على طول ناخد تفاصيل اكتر وتعقيب على هذا الخبر. معانا استاذه شيرين محمد رئيس قسم البنوك في جريده العالم اليوم. استاذه شيرين صباح الخير واهلا بحضرتك معانا. صباح الخير واهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. استاذه شيرين، يعني حضرتك لو توضحي للمشاهدين هذه العناوين، ولما نتكلم عن تشجيع الاقتراض بدلا من الادخار، وايضا تراجع التضخم وتحسين المؤشرات بيدفعوا البنك المركزي لخفض الفائده، توضيح لهذه العناوين.
طبعا حضرتك تعلمين يوم الخميس الماضي كان في اجتماع لجنه السياسه النقديه بالبنك المركزي، وهي اللجنه اللي منوطه بتحديد اتجاهات اسعار الفايده للفتره المقبله، وبتكون برئاسه محافظ البنك المركزي، وبيتم خلالها بحث جميع المؤشرات اللي بتكون متاحه للبنك المركزي عن تطور الوضع الاقتصادي ومعدلات التضخم. هو الامر لاهل اللجنه انها تتخذ قرارها بخفض اسعار الفائده بنحو 50 نقطه اساس اي 0.5%، لنجد ان نصل سعري العائد على الايداع والاقراض لدى البنك المركزي ل 8.75% للايداع و9.75% للاقراض. وده طبعا بيعطي مؤشر للسوق ان تبتدي البنوك تتحرك في ضوء هذا الخفض. كل بنك في النهايه بيتخذ قراره بخفض الفائده او تحريك اسعار الفائده عنده وفقا للجان الاصول والخصوم لديه اللي هي بتحتسب تكلفه الاموال. ويعني ممكن نجد ان في السوق في بعض البنوك تخفض بالفعل الفايده وبنوك اخرى تبقي على اسعار الفايده حسب تكلفه الاموال لدى البنك. ولكن البنك المركزي او لجنه السياسه النقديه اتخذت هذا القرار بعد تاكدها ان في تراجع واضح في معدلات التضخم. احنا عندنا معدل التضخم السنوي العام في الحضر سجل 3.4% في اغسطس 2020، وده يعتبر تاني ادنى يعني كمان ده مقابل 4.2 في يوليو، ويعتبر ثاني ادنى معدل تم تسجيله منذ بعد اكتوبر 2019، واللي بيعتبر يعني مما يقرب من 14 عام. طبعا ده بفضل السياسات اللي تم اتخاذها لاحتواء الضغوط التضخميه ولتراجع مساهمه للسلع الغذائيه. في عندنا نقطه تانية ان في رغبه حاليا من البنك المركزي ومن في ان يحصل تنشيط للاقتراض في السوق، ويحصل ان يبقى في نشاط اكتر، ده بيعزز الاستثمار في سوق المال، بيعزز التنشيط للاستثمار واقامه المشروعات والاقتراض من البنوك. واعتقد ان التوقيت اصبح مناسب دلوقتي، بمعنى اننا اصبح معدل التضخم اقل من المستهدفات التي يضعها البنك المركزي. احنا عندنا البنك المركزي يضع مستهدف بنهاية 2020 عند بلس أو ماينس 9%. احنا طيب يعني أستاذة شيرين، عشان نقرب الصورة أكتر للناس، يعني هذه القرارات هتنعكس إزاي على الاقتصاد؟ يمكن حضرتك ذكرت إنه ده هيشجع الاستثمار، لكن كمان هتنعكس إزاي على المواطنين وإزاي يقدروا يستفيدوا منها؟ يعني إيه التعامل الصح مع هذه القرارات؟ طبعا المواطنين امامهم فرصه في الفتره الراهنه ان يحصل ان البنوك عندها استعداد ان يكون في نشاط في الاقراض. يعني حاليا اسعار الفائده على القروض هتتراجع، احنا زي ما ذكرنا ان لجان الاصول والخصوم بالبنوك تبتدي تجتمع من الغد الاحد وتبتدي تبحث اسعار الفائده على القروض عندها، فهنجد ان يكون في لده مردود على تراجع اسعار الفائده على القروض، وده يشجع المواطن انه ممكن يحصل على قروض الايفاء بالتزاماته. يعني ممكن نجد ان في قروض شخصيه للمواطنين وقروض التعليم، وده على مستوى الافراد يعني ممكن هم يستفيدوا بيها، وده يساعدهم في الفتره الجايه مع دخول العام الدراسي الجديد وغيرها. وفي المقابل هنجد بالنسبه للمستثمرين ومجتمع الاعمال والمصانع وغيرها، في بخلاف ان في مبادره من البنك المركزي والحكومه لتقديم تمويل لقطاعات بعينها زي الصناعه والمقاولات والاغذيه وغيرها من الصناعات الاستراتيجيه بسعر عائد مميز عن 8%، لا ده في كمان فرصه اخرى انهم يحصلوا على قروض من البنوك كلها وباسعار فايده مميزه وفقا في ضوء الخفض اللي حققه البنك المركزي في اخر لجنه، واللي هيدي فرصه للبنوك انها تبتدي اي مستثمر او سواء افراد سواء مستثمرين يتقدموا للحصول على قروض انه يكون في فايده مميزه بالنسبه لهم اقل من الفتره السابقه، فده يشجعهم على الاقتراض، وبالتبعيه هيبقى في نشاط في الاستثمار، وده الهدف برضو في الفتره الراهنه. أكيد. بنشكر حضرتك جدا أستاذة شيرين محمد، رئيس قسم البنوك في جريدة العالم اليوم. بكده مشاهدينا انتهت جولتنا في عناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم. بنروح معاكم بعد الفاصل على طول لموجز الأنباء مع شروط حمدي، بعدها تبدأ أول حواراتنا مع ليلى عمر، خليكم معانا.